استاذ طلع لي ولدي يا محمد يا محمد الملك قاعد تستك رسالتي استاذ طلع لي ولدي الله اللي كانت حق حالتنا حق الله وحق الله وصيمنا معلم بينا الله ربي مرضى وهو مريضه وبروحه راجل كبير وما عاد صغير والله الله يردك اشوفنا لي سنه انا بدي عن عيني ودزتك الفيد وما عاد رديت علي لو بخير ولا بشر احنا لا انت بلع طول انا كذبه وردك بهت لي فيها حال هالعين ايوه كل سنه وانت طيب ايوه الله يختم مدرحة السهري وحق بولس الله ما عاد عندنا مرضى والله مرضى كل سنة وانت طيب وإن شاء الله ردك تبهت لي عاد تبهت لنا بدي من قبل دزت لك في دو ما رديت عليش أنا بدي لنا أنا كذبوا أنت بلعت وسلم أولادك ما بهتت فينا شوف لي العيل ولادي مريض وأنا مريضة ولولية مريضة محالة معالم بين الله سبحانه وتعالى ايوه يا 4 سنين وانا مرافع عليه في الطير وهو مريض ولا مريضه ولولية مريضه الله العظيم لا 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 نكذب ولا شيء وحق صيامنا اللي سيمه الله يا رب بخاطرك اجبرت بخاطري يسلم عوائلتك انا دخيلتك انا بدي في عرضك بدي في دخيلتك وانا في عرضك بهت الله في حيلي بهت الله في حيلي دخيلتك يا محمد الملك دخيلتك يا محمد الملك انا بدي بينك وبين اولادك بدي بينك وبين اولادك يا محمد الملك بهات لي الاولادي هذا كبدي ذيب علي وهو مريض وبروحه راجل كبير وبعد صغير اذا كنت بهتي فيه يا رب سيب 10 عواويل وراح هذا ردك سيب 10 عواويل والله عويل ما صاروا حتى شو نقول لك ما زالوا ما شيء يعرفوه ايوه والله حتى الشغل ما في دايهم حتى الشغل ما يشتغلوا العواويل قاعدين وخلاص مغرن عنا وفيهم غرنا احنا أمهم مريضة ونا شر منها مغرن عنا وفي أرواحنا وخلاص عليا جيت في مستشفيات من مستشفى المستشفى وهي صادق وانا ما عاد نمشي ضاع كوزي ما نمشيش الله انا في شغل على لهني الدراجة الله لي 4 سنين ما رايته والله ما نرقد الليل طول الليل نبكي والنهار نبكي يا محمد الملك والله الله يجبر بخاطرك انا جبرت بخاطري سلم لك اولادك سلم لك اولادك جبت لي اولادي بها روحك حتى حط ايدك على كبدك الله سلم اولادك كان جبرت بخاطري جبر الله بخاطرك ان شاء الله بولادك ايوه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو واتساب ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا